فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فهذه المسألة وهي مسألة العام، مسألة الجنس، ومسألة النوع، ومسألة الفرد، هذه أمور معروفة. فالجنس ما يشمل أنواعا، الجنس ما يشمل أنواعا مثل النخل، النخل يشمل جميع أنواع النخيل. والنوع ما يشمل أفرادا، مثل إذا قلت البرحي مثلا أو الخضري في عرفنا نحن، فهذا يشمل أنواع هذا أفراد هذا النوع فقط. إذا قلت تصدق بثمرة البرحي أو ثمرة الخضري، لا يشمل هذا جميع الحائط والبستان الذي هو جنس للنخل، وإنما يشمل أفراد هذا النوع. فكل ما في هذا البستان من هذا النوع فأنت مأمور أن تتصدق منه بثمرته. فهذا فرق بين الجنس والنوع. أما إذا قال لك تصدق بثمرة هذا النخل، فهذا يشمل جميع أفراد النخل الموجود في البستان وإن اختلفت أنواعه. وإذا قيل تصدق بهذه النخلة، هذه النخلة، هذا لا يشمل جميع النوع ولا يشمل جميع الجنس من باب أولى، وإنما يتعلق الأمر بهذه النخلة فقط.